سافيتش، ومن اول دقيقه له بلبس تيشيرت الزعيم الهلالي الازرق يسجل هدف خرافي سينمائي رائع اكثر من رائع على الكويت الكويتي، وكانه احتاج الى دقيقه و15 ثانيه فقط ليوجه رسالته ويقول بالصوت العالي المسموع: كفايه لا تقولون يا الهلال ان انتم ما عندكم لاعب درجه اولى، ان كان النصر يملكه يملك رونالدو، وان كان الاتحاد عنده بنزيما، وان كان الاهلي عنده فيرمينو وغيره، انا عندكم يا الهلاليه واغنيكم عن الاي بلس. سافيتش الرهيب، سافيتش الخيالي، مش معقول. يعني ما اعتقد ان اكبر المتفائلين اتوقع ان من اول دقيقه تو لابس تيشيرت الهلال اول مباراه له مع نادي الهلال يسجل هدف من اول دقيقه. يا الله يا الله، شي صبرنا لما يبدا الدوري بعد 19 يوم، كيف ننتظر بدايه الدوري بهذا الحماس بهذا الظهور الرائع الملكي الفخم، ليس لسافيتش فقط انما لكل لاعبين الهلال بتكلم فيهم بتكلم عنهم في وقت ثاني، لكن اتوقع ان هذا اسرع لاعب اجنبي يسجل هدف منذ ارتداءه لتيشيرت نادي الهلال. شيء رائع اكثر من رائع، دفعه معنويه كبيره للمتعطشين المتحمسين، شفتوا بام عينكم الان، فان شاء الله الموسم يبشر بكل خير. ننتظر الاجمل والاجمل، اكيد اني بعدين راح اتكلم عن حفل الاستقبال كامل واتكلم عن المباراه كلها، لكن ما قدرت امسك نفسي لما شفت الهدف من اول دقيقه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يبشر بالخير، والمنافسه راح تكون حماسيه بين كل النجوم الموجودين في الدوري. اكتب لي رايك بامانه وبمصداقيه عزيزي المشاهد، توقعت انه يسجل هدف في اول دقيقه له مع الهلال ولا ما توقعت؟ ولا تنسوني من اللايك والفولو.